الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى. وبعد، أحبتي الأكارم، سنتكلم اليوم على شرط من شروط صحة العبادة، وهو الإخلاص، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا الكتاب عليك بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. الإخلاص في العبادة من أهم شروط قبول العمل الصالح. العمل لا يكون صالحا ولا يكون مقبولا ولا يكون مرضيا إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان، وهما: أولا الإخلاص، إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، أن لا تريد بهذا العمل إلا وجه الله سبحانه وتعالى. والخالص إذن هو الذي لا تشبه شائبة. والشرط الثاني: موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يقع عمله على مبتغى الشرع بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة تبارك: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه ما كان خالصا لله، وأصوبه ما كان موافقا للسنة. أخي الكريم، إذا أردت عبادة من العبادات فلا بد أن تستحضر هذا الأمر، أن تستحضر وجه الله سبحانه وتعالى، أن لا تريد مدحا ولا ثناء ولا سمعة ولا ذكرا بين العباد، إنما تريد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى، أن يرضى الله سبحانه وتعالى، أن يقبل الله سبحانه وتعالى عنك هذا العمل الصالح. ولذلك ترك الإخلاص محبط للأعمال، ولك من النصيب ومن الحظ بمقدار ما أخلص لله سبحانه وتعالى. هذا العمل، الأعمال التي نعملها ونقوم بها كبيرها وصغيرها، حظها هو حظها من الإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك كم من عمل قليل تكبره النية، وكم من عمل جليل عظيم تقلله النية. لماذا؟ لأن المرء والعبد لم يستحضر هذا الأمر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد من إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، لا بد أن تخلص في كل أحوالك وفي كل أقوالك وفي كل تصرفاتك، كل خطوة لا بد أن تريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك كان سلف الصالح رضوان الله عليهم يتعهدون نياتهم. كان سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه الله كان يقول: ما وجدت شيئا علي من نيتي، لأنها كثيرة التغير، أو كما قال رحمه الله، يعني في المعاملات لا بد على الإنسان أن يعتني بهذه النية والإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عظيم عليه مدار أعمال العباد وباب من أبواب العلم والعبادة، قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ليس لك من حظ وليس لك نصيب من هذا العمل الذي عملته إلا ما أخلصت فيه العبادة لله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا إلى الإخلاص، وما أحوجنا إلى التجرد وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا قمت بأي عبادات من العبادات أو عمل من الأعمال، عليك أن لا تشرك أحدا مع الله سبحانه وتعالى، لا في صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. ولنا في الصيام ملحظ وموقف، كما في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
يدع صومه وشهوة أو طعامه وشرابه لي. فالشاهد هنا أيها الأحبة الأكارم أن هذا الصيام أو أن هذه الفريضة والشعيرة فيها حظ عظيم من الإخلاص في العمل، إلا إذا الإنسان بأقواله وأفعاله أحبط هذه الشعيرة وأحبط هذه الفريضة. فلذلك يصفو للإنسان من العبادات ما صفى فيها وأراد وجه الله سبحانه وتعالى، ويكدر فيها ما كدره على نفسه من الرياء وطلب السمعة وطلب المدح وطلب ثناء الناس. كل هذا ينقضي يوم القيامة، ولا يبقى معك إلا العمل الذي أردت به وجه الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص أحبتي الأكارم عمل علينا، عمل قلبي يجتهد فيه الإنسان، يجتهد فيه قبل العبادة وأثناء العبادة وبعد العبادة. هذه العبادة عبادة الإخلاص، وهذه القربة العظيمة بها تحفظ الأعمال، وبها يصان بها الثواب والدرجات والحسنات بإذن الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس قد يجهد نفسه وقد يتعب وغيرها من الأمور، ويهدر كل هذا الخير وكل هذا الثواب بالكلام أو طلب ثناء الناس وغيرها من الأمور. فلذلك أيها الأحبة الأكارم، فلنستعين بالله سبحانه وتعالى ونطلب منه العون والتوفيق أن تكون أعمالنا كلها خالصة لله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت من الأعمال المنجيات تلك الخبيئة التي لا تكون إلا بين العبد وربه سبحانه وتعالى، عمل لا يطلع إليه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يعلمه أي مخلوق. ولذلك جاء في الأثر أو في الحديث الصحيح: السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر رجلا تصدق بصدقة، تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. لماذا؟ انظروا قمة في الإخلاص وفي إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم من الصادقين ومن المخلصين، والله نسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله.